الناس اللي محتارة ما بين تجارة عربي وتجارة انجليزي. مبدئيا كده قبل ما نتكلم في انهي فيهم احسن او كل الكلام ده، خليني اقول لكم على حاجة. كلنا اول ما بنخلص ثانوية عامة بنخش في حرب مين الاحسن ومين اللي له مستقبل اكتر ومين اللي دخل حاجة احسن من التاني، فكلنا بنخش في حرب مين احسن حاجة. اللي دخل طب بيقولوا ان هو اجمد واحد، واللي دخل اداب واللي دخل تربية، كل واحد بيشوف نفسه كويس بالحتة اللي فيها وبيشوف نفسه ان هو ده احسن حاجة عملها. حتى يعني اغلب بتوع تجاره انجليزي وانا مش منهم بيقعدوا يتخانقوا مع بتاع تجاره مع بتوع تجاره عربي وشايفين نفسهم ان هم احسن، ما اعرفش ليه، مع ان اصلا ما فيش اختلاف ما بين الاثنين وده هنتكلم عنه دلوقتي. فزي ما اتفقنا كده كل واحد بيشوف نفسه اجمد واحد، لكن هو العبره للواقع والعبره لسوق العمل والمجتمع والدوله اللي احنا فيها. هو فعلا ما فيش كليه وحشه، بس خلينا نبص لحاجه مهمه. كم واحد متخرج ومعاه شهاده وما عرفش يعمل بيها فلوس؟ وغير الفلوس يعني في كام واحد متخرج ومعاه شهاده كويسه وما عرفش يعمل لنفسه بيها قيمه؟ هي يعني العبره كلها للشخص الناصح مش الشاطر. يعني من الاخر كده المهم نعرف ناكل عيش. نرجع بقى لموضوعنا، الناس اللي هي بتاعت لو دخلت تجاره عربي وخدت كورس انجليزي هيبقى كده زي بتاع تجاره انجليزي بالظبط. ده ضحك، مفيش الكلام ده خالص. هو تمام انت هيبقى عندك لغة وهتبقى فاهم انجليش كويس لو نزلت خدت كورس في اي مكان، بس مش هيبقى عندك اللانجوج بتاعت البيزنس او اللغة بتاعت البيزنس، انت مش هيبقى عندك ادراك ليها. يعني مثلا لو جيت اتكلمت مع شخص هو شاطر جدا في الانجليش، شخص عربي ودارس انجليش مثلا من اماكن محترمة وبيتكلم انجليش احسن من اي واحد اجنبي، لو جيت سألته عن مصطلح في الطب بالانجليش هتلاقيه مش فاهم معناه لان هو ما درس الطب، فبالتالي ما عندوش خلفية عن الكلمة دي معناها ايه. فاهمين؟ كذلك لو رحت لشخص في تجارة عربي مثلا وقلت له عن مصطلح عندك في تجارة انجليزي هو ممكن ما يفهموش. فهي الفرق في حتة اللغة دي ان مفيش كورس بيقدم لك المصطلحات بتاعت التجارة او الكلية اللي انت فيها بيقدمه لك، هو بيعرفك بس ازاي تتكلم، ازاي هتكون جمل في مكان هتبقى فاهم انجليزي اللي هو تعرف تتعامل بيه لما تسافر برا مصر. لكن هل الكلمات او اي حاجة ليها علاقة بالتجارة او كده انت ممكن هتبقى فاهمها؟ فلا، الموضوع ده هيتطلب منك حاجة تانية، انك تمسك الكتب اللي هي بالانجليش وتقعد تقراها وتترجم بقى ما بين العربي والانجليش. ايه بقى الفرق ما بيني وما بين تجارة عربي؟ هو مفيش فرق، الاتنين بكالوريوس تجارة والاتنين بياخدوا شهادة بكالوريوس تجارة. كل الفرق ان بتاع تجارة انجليزي بيبقى جنب بكالوريوس، حاصل على بكالوريوس تجارة، بيبقى ما بين قوسين كده شعبة لغة انجليزية او شعبة لغات. هو الفكرة كلها ان انا ممكن اكون داخل تجارة انجليش عشان انا مش حابب ادرس بالعربي. انا مثلا كنت مدرسة لغات كنت باخد الماس بالانجليش، فهدخل بقى تجارة عربي هقعد فترة استوعب عن مصطلحات الرياضة بالعربي، وانا كنت في مدرسة لغات يعني كنت باخد مصطلحات تانية غير اللي بياخدها الشخص اللي هو في مدارس عربي. فلو دخلت تجارة عربي هقعد في حبة تايه. فاهمين؟ فهي دي كلها يعني كل الفكره بتتلخص في ان الشخص نفسه هو حابب ان هو يدرس المجال ده بالانجلش لان هو عايز كده، هو بيدفع فلوس عشان هو عايز يدرس المواد بالانجلش مش بالعربي. انا شايف ان ده الفرق الوحيد اللي هو الفكره ان انا داخل تجاره انجلش عشان انا حابب يعني ادرس المواد في الكليه بالانجلش مش اكتر. بس هل بقى في فرق تاني؟ هو الفرق بقى ممكن يكون في البرامج التانية، البرامج التانية اللي هو زي بي اي اس و اف ام اي و ام اي اس، يعني دي عامة غير انها برضو الدراسة فيها بالانجلش، فدي برضو بيكون في حاجات مختلفة عن تجارة عامة سواء انجلش او عربي، لان البرامج دي بتاخد فيها بكالوريوس كذا مش مثلا بكالوريوس تجارة، لا هي بكالوريوس حاجة يعني مثلا بكالوريوس نظم معلومات او محاسبة وتمويل، محاسبة وتمويل دولي او تمويل واقتصاد، لكن مش بيبقى مكتوب بكالوريوس تجارة بس، يعني هي بقى مكتوب الحاجات اللي انا ذكرتها دي. ممكن كمان الحاجات اللي بتختلف في تجارة انجليزي ان العدد اقل، فبالتالي بيبقى في تواصل ما بيني وما بين الدكاترة غير تجارة عربي، لان يعني بيبقى فيها عدد اكبر عن تجارة انجليزي، فده بيخلي مفيش اي تواصل خالص ما بينك وما بين الدكتور. انت اصلا يعني تبقى قاعد هناك كده والدكتور تقريبا بيبقى في اخر الشارع.
فبس هي كلها اختلافات بسيطة. غير كده أصلا ممكن طالب تجارة عربي يجيب الكتب بتاعتنا، يعني من أي شخص زميله في الجامعة في تجارة إنجليزي يقدر ياخد منه الكتب ويشوفها ويقدر يترجم الحاجات اللي هو عنده بالعربي يذاكرها بالإنجليش، لو يعني حد عايز يجتهد أو يعمل كده عشان يبقى عنده فكرة عن يعني الإنجليش والعربي، عشان لو اشتغل في أي مكان بيستخدم الإنجليش أو أي مكان بيستخدم عربي فيبقى عنده فكرة عن الاتنين. غير كده أصلا احنا عندنا في تجارة إنجليزي في مادة بناخد فيها يعني أغلب المواد اللي هي عملي بالعربي عشان نبقى فاهمين برضو الدنيا بالعربي بتبقى ماشية ازاي. فهو ملخص الموضوع كله سواء عربي أو إنجليزي أنت اللي هتختار. وبالنسبة للبرامج التانية فهي يعني ما تدخلش مقارنة مع تجارة، لأن هما في اختلاف كبير عن تجارة عموما، يعني في شوية اختلافات كده عن تجارة عربي أو إنجليزي حتى. وفي الآخر أحب أقول لكم أنتوا شوفوا اللي يناسبكم مش اللي يناسب سوق العمل، يعني بص كده أنت هتبقى كويس في إيه وهتخلي كل الناس محتاجاك في إيه. لو عرفت تركز في الحاجة اللي بتحبها هتعرف تخلي إزاي الناس محتاجاك في الحاجة اللي أنت حاببها كويس. وبس كده عايز افكركم بجروب التليجرام اللي بيخص تجارة انجليش حلوان، لو حد ناوي ان هو يخش جامعة حلوان فيقدر يخش على قناة التليجرام، قصدي هسيبها في الديسكريبشن بوكس. هبقى معاكم في اي حاجة، اي سؤال او اي حاجة عايزين تعرفوها فهرد عليها من خلال التليجرام. بس كده شكرا، لو شفت الفيديو للاخر ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني.